انت ايه اكتر ادوار علقت مع الناس؟ يعني انت زي ما انت قلت يمكن احيانا في ادوار بتتعرض عليا بتبقى بسيطه شويه انا لكن دايما احب اسيب فيها علامه او اسيب فيها حاجه بحيث ان ايه عايز اطلع بنتيجه يعني كويسه يعني. فمن ضمن مثلا الافلام اللي انا عملتها ما جواز بقرار جمهوري برضو مع هاني رمزي والاستاذ خالد يوسف المخرج. فحتى ما جه عرض عليا الفيلم مش لاقي فيه حوار بس هو متواجد بس الحوار قال لي مالكش دعوه بس امسك حتى لازمه كده ونقدر نخش بينا في الشغل صحيح يعني. وعلقت جدا مع الناس لحد اللحظه دي فقول بقى المفاجاه اللازمه دي جايه ازاي اساسا يعني قاعد انا في قهوه بلدي واتنين صعايده واحد قريب واحد توفى حاجه زي كده فبيعزوا بعض يقول لي خلاص بقى يا اخي هو البني ادم ايه غير شويه هجف وبعض الجمله عجبتني جدا لدرجه جبت ورقه وقلم رحت كاتبها ومراتي صورت اول يوم تصوير فبقول للاستاذ خالد ايه رايك في الجمله دي؟ قال لي هايله عجبته جدا قال لي احنا هنطعمها في كل حته وهندخلها وكده فعملت مع الناس لدرجه ان اي حد شفني في الشارع بتاع هو البني ادم ايه غير شويه حاجات في بعض شويه حاجات وقعدت ركبت عليها انت في كل موقف هو البني ادم ايه غير شهيق وزفير وشويه حاجات في بعض هو البني ادم ايه والله العظيم كان حلو قوي كانت لذيذه جدا.